نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات. من كفر الشيخ تم البدء في إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالحمول بمساحة تصل إلى 14 فدان. في البحر الأحمر تم انطلاق آخر أفواج الحج البري من ميناء نويبع البحر. كمان في المنوفية تم الإعلان عن تخصيص 9 مليار جنيه استثمارات بالقطاعات الخدمية والتنموية. وفي الوادي الجديد تم الانتهاء من تركيب الانترلوك في عدد من الأحياء الشعبية في الخارجة. خلينا نتابع التفاصيل. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في كفر الشيخ أعلنت المحافظة عن بدء أعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بقرية البنا بمدينة الحمول على مساحة حوالي 14 فدان بطاقة 600 طن في اليوم، وبيخدم مراكز الحمول والرياض وبلطيم ومدينة برج البرولوس ومدينة مصيف بلطيم، وبيتم تنفيذ المشروع خلال 22 شهر. في البحر الأحمر أعلنت هيئة الموانئ انطلاق آخر أفواج حجاج بيت الله الحرام، وتم تفويج 6300 حاج و148 باص حج، ولم تتلقى غرفة العمليات المشكلة لمتابعة موسم الحج والوقوف على الإجراءات العملية والتشغيلية أي شكاوى من الشركات السياحية أو الحجاج. في الأقصر أعلنت مديرية التربية والتعليم فتح باب تلقي تظلمات طلبة الشهادة الإعدادية على نتيجة الامتحانات عقب اعتمادها رسمياً بنسبة نجاح 80%، وبتستمر المديرية في تلقي طلبات التظلمات للطلاب لمدة 15 يوم. في المنوفية بتحتفل المحافظة بعيدها القومي 118 بافتتاح العديد من المشروعات للنهوض بحياة الإنسان والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له تحقيقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030. بإجمالي حجم استثمارات شهدتها المحافظة خلال العام الحالي بلغت 9 مليار جنيه لتطوير مشروعات البنية التحتية والاستثمارية بجميع القطاعات الخدمية والتنموية. في البحيرة أكدت المحافظة إن الشؤون والصوامع الحكومية بتواصل استقبال الأقماح الموردة لموسم حصاد القمح لعام 2024، وتم توريد 226.5 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد بجميع المواقع التخزينية من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة. في الوادي الجديد أكدت المحافظة الانتهاء من تركيب الأنترلوك بحي السبط الشرقي وبدء أعمال الترميم بحي المروة وبالطريق الواصل من مركز شباب الخارجة لمقر فرق الأمن، مع سرعة تنفيذ أعمال ترميم ورصف الطرق الداخلية بعد انتهاء أعمال توصيل شبكات الغاز الطبيعي بمدينة الخارجة. في سوهاج أعلنت مديرية الصحة إن هناك ما يقرب من 174,021 مواطن تلقوا الخدمات الصحية ضمن 9 مبادرات من مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة خلال شهر مايو من العام الجاري، واللي بتساهم في الارتقاء بحياة المواطنين والاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة. في الفيوم أكدت المحافظة إنه تم تخصيص 159 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك ورفع درجة التأهب للدرجة القصوى بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى استعداداً للعيد.